السلام عليكم، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. النهارده فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل كده تحليه سهله وبسيطه من ايام رمضان بقى، ونفتكر بقى ايام رمضان مع بعض. بص بقى، كان عندي كده لفه قمر الدين، فقلت ايه نعمل بيها تحليه حلوه قوي ونعمل منها عصير، وتحليه برضو جميله لانها هتبقى كتير يعني على العصير، فقلت نعمل منها تحليه عشان الولاد وفي نفس الوقت ايه نفتكر بيها كده ايام رمضان. بصوا، جبت حله كده فيها ميه من الحنفيه عادي. لو عايزه تحطيها ميه مغليه اختصارا للوقت مفيش مشكله. وهاخد كده لفه قمر الدين، عايزه تقطعيها قطعيها، مش عايزه برضو براحتك، حطيها سليمه زي ما انا حطيتها كده، لان انا كنت لسه مطلعاها من التلاجة وكده، فايه قلت لسه هقطع، فحطيتها كده. هحطها بقى كده على النار او بالشكل ده. بصوا بقى، بعد ما غليت شايفين القمر الدين اتفكك ازاي وبقى عامل زي العصير. هطفي بقى النار عليها دلوقتي وهسيبها تبرد، وبعد كده نشوف بقى هنعمل ايه. شايفين هو بقى اتعمل زي العصير، جميل قوي. طبعا احنا عارفين ان قمر الدين بيبقى عامل ازاي للناس اللي بتحب المشمش والحاجات المززه دي. هطفي بقى النار واسيبه واسيبه يبرد. المهم قولوا لي انتوا عاملين ايه. عايزاكم كده تشجعوني كده على القناه، وتعملوا لايك وشير واشتراك في القناه علشان اتشجع كده وانزل لكم فيديوهات، حتى لان انا والله لما بتاخر عليكم في الفيديوهات ببقى ظروفي مش حلوه، فمعلش بقى. بصوا بقى، بعد ما برد شكله عامل ازاي، ما شاء الله جميل جدا، حلو قوي. بصوا، كنت بعمل كفتة رز، عملتها من غير كبة او مفرمة. ايه اللي حصل؟ وقعت المروحة؟ مين اللي وقعها؟ او زي ما انتم شايفين كده انا في الحال ده كل يوم، فعشان كده اعذروني لما ما انزلش فيديوهات، بجد كده تحصل مصيبة دلوقتي. الحمد لله، قدر ولطف، الحمد لله. اني واقفة كده يا امي، الحمد لله. عارفين عشان بستودعهم لله دايما، وبقول استودعتهم لله لا تضيع ودائعه، فيمكن ربنا ستر من كده. الحمد لله، الحمد لله. والله كل يوم مغامرات يعني تخلي الواحد والله عايشين بلطف ربنا. المهم نرجع بقى اللي كنا بنقوله او كنا بنعمله. بصوا، كنت بقول لكم ان انا كنت بعمل كفتة رز اليوم ده، ونزلت لكم الفيديو بتاعها امبارح، وكان كنت عاملة كفتة رز، كانت اول مرة اعملها بالخلاط من غير مفرمة او كبة. يبقى شوفوا الفيديو بجد هيعجبكم قوي. بس بعد ما نزلت بقى القمر الدين من على النار، مليت دورق كده عشان يبقى عصير قمر الدين اللي بيحب القمر الدين، والباقي عملت له كده كوبايه نشا، حطيت فيها ميه ومعلقتين او ثلاثه من النشا على حسب الكميه اللي هتعمليها يعني من قمر الدين. بس يا بابا، بس يا بابا، معلش على الدوشه اللي حصلت دي. بصوا بقى، كنت بقول لكم دوبت كده 3 معالق نشا على كوبايه ميه، وحطيتهم على عصير قمر الدين قبل ما ارفعه على النار تاني. تمام، حاضر يا رؤى. بس وحطيت السكر تحليه يعني، وكنت بعمل سلطه كده علشان الفطار، كنت جنب الكفته، عملت كفته محمره وعملتها جزء منها بالصلصه. بس كانت حلوه وجميله بقى. ركنت السلطه على جنب وقلت ايه على بال ما المهلبيه تعقد معانا هعمل كده، هجهز الاطباق اللي هحط فيها المهلبيه. وكان عندي موز قلت استغله، فقطعت موز كده، قلت يعني تغيير يعني، كنت كل مره كنت بعمل لهم مهلبيه فانيليا او مهلبيه شوكولاته كده ساده، فقلت ان بما ان في موز اقطع لهم موز في المهلبيه، منه تبقى مغذيه ومنه تبقى طعم حلو كده يعني. بس وقطعت كده الموز في الاطباق، ونشوف بقى دلوقتي المهلبيه بعد ما تستوي. معلش صوتي قفل لان اللي حصل من شويه ده خلاني اتخضيت، ف ربنا يصلح حالنا جميعا ويهدينا ويسترها كده علينا وعلى عيالنا يا رب، ويشفيهم ويشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى يا رب، اللهم امين.
المهم نرجع بقى لمرجوعنا. تعالي بسكوتي يا رؤى، تعالي بسكوتي. بصوا حطيت كده في 4 اطباق موز، والطبق التاني هسيبه كده ساده عشان لو رؤى ما حبتش الموز في المهلبيه. بس هشوف بقى المهلبيه عملت ايه. عايزه اقول لكم الكفته اللي كنت عاملاها امبارح بجد كانت حلوه قوي، كانت جميله. اللي نزلت لكم الفيديو يعني بتاع امبارح، هما الوصفتين عملتهم في يوم واحد بس. نزلت مع الفيديوهين علشان اللي ما يبقاش كبير. بصوا بقى ما شاء الله المهلبيه بعد ما استوت اهي اتقلت وبقت جميله، بس انا مش بخليها تتقل قوي على النار، بخليها القوام ده علشان لا سيبي يا ورق الغسيل. علشان لما بتبرد بتتقل، فانت ما تخليهاش سايله قوي وما تخليهاش جامده قوي، يا دوب يعني القوام الكريمي او زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان انت لما تبرد تبقى ايه كريمي وحلوه، فاهميني؟ هو بنفس القوام اللي انا بعمل بيه ده، شايفين قوامها عامل ازاي؟ قوامها مش سائل ومش جامد، يا دوب يعني بين الوسط كده بينهم هما الاثنين، بس حلوه قوي بجد وكانت جميله. وانا هوريها لكم دلوقتي بعد ما تبرد، بعد الفطار ان شاء الله هوريها لكم شكلها عامل ازاي بعد ما بردت. بجد كانت حلوه قوي، كانت عامله زي الجيلي، كانت جميله بألف هنا وشفا بجد. الوصفات دي سهله وبسيطه، مش هتاخد معاكي حاجه في المطبخ، وفي نفس الوقت هي حاجه يعني تجديد لاولادنا، فاهمين؟ وليكي انت شخصيا، مش كل يوم نفس الحاجه، كل يوم نفس الاكل. حتى لو هتعملي كل يوم نفس الاكل جددي فيه وغيري من طعمه كده، هتبقى حاجه لذيذه يعني، مش هتحسي بملل، وكمان جوزك وعيلك مش هيحسوا بملل. بصوا بقى ما شاء الله عملوا 5 اطباق جمال جدا ما شاء الله. جربوها بجد هتعجبكم. لو فيها استفسار انا ما قلتوش في الفيديو قولولي، وانا ان شاء الله هرد عليكم. ما شاء الله بجد حلوه قوي. بعتوا لي بقى، خدوا السكرين اهو للمهلبيه وبعتوها لي على صفحه القناه على الفيسبوك بنفس الاسم برضو. هسيبها بقى تبرد ونشوف بقى الكفته معانا، شايفين ما شاء الله، وعصير قمر الدين اللي عملناه. كنت عامله رز كده جنبها حبه وحبه، وكفته رز بالصلصه، وعملت طبق كده كفته محمره بجد كانت حلوه قوي ما شاء الله وجميله. شايفين بقى المهلبيه بعد ما بردت، هوريكم القوام بتاعها، شايفين حلوه قوي، مش سايل ومش جامده للدرجه، بص كريمي كده ولذيذه عامله زي الجيلي، وهوريكم دلوقتي بجد جميله. وعايزه اقول لكم طعم الموز مع مربى مع قصدي مهلبيه المشمش او قمر الدين بجد حلو قوي، طعمهم جميل جدا. شايفين بوريكم ازاي قد ايه عامله زي الجيلي كده وجميله. فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وفيديوهات قويه ان شاء الله الفتره الجايه. بس شجعوني علشان ايه انزل لكم فيديوهات حلوه. يلا اسيبكم كده في رعايه الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.